اليوم غادي ندير لكم غريبة بلدية كتجي مشقة وكتجي غزالة في نفس الوقت وكتجي باللوز. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. وي بنات دابا غادي ندوز المقادير. ديجا انا درت المقادير عندي هنا غادي نقولهم لكم. درت 3 كيسان ديال زيت العود، 4 ديال الزبده مذوبه، 2 كيسان ديال السنيده، 2 معالق ديال السمن، ومعلقه كبيره ديال القرفه ومليحه. والسنيده اللي بغى يدير على حسب الذوق يدير 3 خمارات، وكاس ديال اللوز مطحون، وكاس ديال الجنجلان محمر، والطحين كيبقى على حسب الخليط حتى كتجمع لنا العجينه. هانتوما معايا thank you.
خليكم معنا باش نشوف دابا البنات من بعد ما كورناها كتزينيها بلوزه من الفوق كتقطع عليها باش ما تخرجش لك ملي كطيب صافي ومن بعد كنكملوا على هذا الشكل ومن بعد كندخلوا الفرن. المهم بنات هذه غريبه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران كنديروا على نار مهيله متوسطه كتجي غزاله ومشقه على هذا الشكل ضروري تجربوها كتجي هائله.